إلى روسيا، حيث قال الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع بشأن الردع النووي إن الوضع العسكري والسياسي الحالي يتغير في العالم ويجب أخذ هذا بالاعتبار. بوتين قال أيضا إن بلاده تفكر في استخدام الأسلحة النووية في حال حصلت على معلومات موثوقة عن بدء هجوم جوي عبر الحدود باستخدام الطيران الاستراتيجي والتكتيكي والصواريخ المجنحة والطائرات بدون طيار والأسلحة الأسرع من الصوت. لوحت روسيا باتخاذ خطوات في مجال الردع النووي ضد الولايات المتحدة وحلفائها وحلفه شمال الأطلسي، فما قوة الردع النووية الروسية؟ نتابع. قوات الردع النووية الروسية جزء أساسي من القوة العسكرية الروسية، تنقسم إلى القوات الهجومية الاستراتيجية والقوات الدفاعية الاستراتيجية أيضاً. القوات الهجومية الاستراتيجية تشمل القوات النووية الاستراتيجية التي تعتبر عماد الردع الاستراتيجي وتعتمد على أنظمة صاروخية وجوية عابرة للقارات وأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى. كذلك تضم القوات الهجومية القوات الاستراتيجية غير النووية التي تعتمد على قاذفات استراتيجية وبعيدة المدى، إلى جانب غواصات وسفن وطائرات حاملة للصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة. وفقا لوكالة سبوتنيك، تعتبر قوات الصواريخ الاستراتيجية من المكونات البرية للقوات النووية الروسية، حيث تقوم بمناوبات قتالية دائمة وتمتلك صواريخ باليستية مزودة برؤوس نووية عابرة للقارات سواء كانت ثابتة أو متحركة المنصات. أما القوات الدفاعية الاستراتيجية فهي تعتمد على القوى والوسائل التابعة لقوات الدفاع الجوفضائي التي تضم منظومة الإنذار المبكر بالهجوم الصاروخي ومنظومة مراقبة المجال الفضائي، بالإضافة إلى الدفاعات المضادة للصواريخ والوسائل الفضائية والطائرات. ومع ذلك تواصل روسيا تعزيز وتطوير قوات الردع الاستراتيجية. من موسكو تلتحق بنا مراسلة السرق ديالا الخليلي حول هذا الاجتماع. ديالا، أهلا وسهلا بك. إذن بوتين اجتمع، ما أبرز ما جاء في هذا الاجتماع وخرج عنه من تصريحات بشأن مسألة الردع النووي تحديدا؟ نعم، مساء الخير هاني. أود الإشارة بداية إلى أن هذا اجتماع يعقد مرتين سنويا، لكن للمرة الأولى يعقد بشكل علني. هذا يعني بما بدأ الخبراء يناقشونه بمثابة رسالة ليس فقط إلى أوكرانيا التي تواصل الإلحاح للحصول على الضوء الأخضر لاستهداف العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى، وأيضا إلى الدول الغربية التي تساعد هذه القوات الأوكرانية في الصراع الأوكراني المتواصل. التصريحات التي تطرق إليها الرئيس الروسي تتعلق بالحالات التي من الممكن أن تتطرق خلالها روسيا إلى استخدام الأسلحة النووية. بداية، بوتين أكد بأن الثالوث النووي هو ضمان لأمن ليس فقط البلاد وأيضا لمواطني هذا البلد روسيا، وكذلك كونه أداة للتوازن في العالم. بوتين أيضا أشار إلى أن في حال كان هناك عدوان أو هجوم على بيلاروسيا، فروسيا أيضا ستتطرق لاستخدام هذا السلاح النووي، كون أن هناك اتفاق بين روسيا وبيلاروس بدولة الاتحاد، في حال مهاجمة الأولى أو الثانية سيتم استخدام هذا السلاح النووي. كذلك تم توسيع فئة الدول والتحالفات العسكرية التي تتخذ تجاه إجراءات الردع النووي. كما أيضا تم التطرق، وهذه نقاط مهمة، أنه نعم، في حال كان هناك عدوان على روسيا حتى لو باستخدام الأسلحة التقليدية، شكرا، لكن هذه الأسلحة تشكل تهديدا خطيرا لسيادة روسيا، فيتم التطرق إلى هذه الأسلحة. نعم، ديالا الخليلي مراسلة الشرق من موسكو، شكرا جزيلا لك. في المركز الثاني عالميا ويوجد في 5 مسطحات مائية. الأسطول البحري الروسي، أو ما كان يسمى بالبحرية السوفيتية، لكن مع نهاية تلك الحقبة تحول لبحرية كومنولث، ومن ثم حمل في العصر الحالي اسم القوات البحرية لروسيا الاتحادية. قدرات خيالية للأسطول الروسي،
فهو يتكون من 603 وحدات بحرية، من بينها حاملة طائرات واحدة و15 مدمرة و11 فرقاطة و86 كورفت، وهي سفينة حربية تمتاز بالسرعة والمناورة. تمتلك روسيا رابع أضخم قوة غواصات في العالم، تضم 64 غواصة إضافة إلى 55 سفينة دورية و49 كاسحة ألغام بحرية. على أكثر من مسطح مائي تتحرك السفن الحربية الروسية، فهناك أسطول بحر الشمال الذي يقع مقره وقاعدته الرئيسة في سيفيرومورسك، وهو مكلف بالدفاع في بحار القطب الشمالي وتقديم الدعم للقوى النووية الاستراتيجية البحرية كما ونوعا في مواجهة أساطيل حلف شمال الأطلسي، ويضم ما يقرب من 41 غواصة مختلفة و38 سفينة حربية متنوعة وحاملة طائرات الوحيدة العاملة لدى روسيا المارشال كوزنيتسوف. إلى المحيط الهادئ حيث أسطول روسيا حاضر هناك وينتشر في مواجهة الأساطيل الأمريكية واليابانية والصينية ومقره فلاديفوستوك، ويضم ما يقارب 50 سفينة متعددة المهام و23 غواصة مختلفة. أما أسطول البلطيق فمركز قيادته في كالينينغراد، ويضم ما يقارب 55 سفينة حربية وغواصتين، وتتميز هذه المنطقة بكثافة خطوط الملاحة الأوروبية عبرها، وكانت تشكل محور اهتمام روسيا خلال فترة الحرب الباردة وحتى اليوم. من البلطيق إلى البحر الأسود، هناك أسطول روسي يضم ما يقارب 47 سفينة حربية مختلفة وست غواصات هجومية، ومركز قيادته في شبه جزيرة القرم، وتوكل إليه مهمة تأمين حدود روسيا الجنوبية. كما يوجد أسطول آخر صغير في بحر قزوين، وهو يضم 15 سفينة سطح مقاتلة، منها فرقاطتان للصواريخ الموجهة وست سفن إنزال وخمس كاسحات ألغام، مركز قيادته في أستراخان، واستخدمته موسكو لشن هجمات على أهداف لتنظيم داعش في سوريا. يسميها الروس بريفستنيك 9 أم 730، ويطلق عليه حلف الناتو اسم سكايفول دبل اس سي اكس 9. إنه أحدث الأسلحة النووية الروسية قيد التطوير، الصاروخ من طراز كروز، وهذا ما يميزه. يعمل بريفستنيك بمحرك نووي مما يمنحه مدى غير محدود وقدرة على البقاء في الجو لفترة طويلة، بما يعزز وصوله إلى أي هدف. الصاروخ مزود برأس حربي نووي، ما يرفع قوته التدميرية ويجعله جزءاً من الردع النووي الروسي. بفضل سرعته ومداه اللامحدود، يمكن لصاروخ بريفستنيك تجنب أنظمة الدفاع الصاروخية التقليدية، مما يعزز قدرته على اختراق الأنظمة الدفاعية للخصوم. يمكن للصاروخ أن يستهدف مجموعة واسعة من الأهداف، بما فيها البنية التحتية الحيوية والمواقع العسكرية في أي مكان على الأرض. يعتقد أن الصاروخ يتمتع بميزات تخفي متقدمة، ويمكنه الطيران على ارتفاعات منخفضة لتجنب الكشف بالرادار، مما يجعل اعتراضه صعباً. تجدر الإشارة إلى أن تطوير هذا الصاروخ يواجه بعض التحديات منذ عام 2018، تشمل مخاطر السلامة المرتبطة بمحركه النووي، وهو ما يثير قلق بعض الخبراء الغربيين بشأن إمكانية وقوع حوادث إشعاعية. في 22 من يناير من كل عام تحتفل روسيا بيوم طياري مقاتلات الدفاع الجوي. هذه المناسبة تكون لاستعراض الترسانة الجوية والكشف عن أحدث الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية وطائرات النقل العسكري، فضلاً عن المروحيات. فأسطول الطائرات المقاتلة الذي يتباهى الرئيس الروسي بامتلاكه يتضمن أكثر الطائرات قدرة على المناورة، وهي الشبح أو اسمها العسكري سوخوي 57 التي تحمل أسلحة فائقة التطور. المقاتلة سوخوي 27 متعددة المهام من صنع الاتحاد السوفيتي. المقاتلة ميغ 29 تتمتع بقدرة على حماية الطائرات الحربية الأخرى مع دقة في إحراز ضربات على الأرض. من العائلة نفسها ميغ 31 الاعتراضية، وهي أساسية في تشكيلة القوات الجوية الروسية التي تم تزويدها بصواريخ كنجال البالستية القادرة على التحليق بسرعة تزيد على 10,000 كيلومتر في الساعة. ميغ 31 سيتم تحديثها مستقبلاً لتصبح ميغ 41، التي يمكن اعتبارها طائرة اعتراضية جو فضائية
أي يمكن استخدامها لإسقاط أهداف فضائية في مدار الأرض المنخفض. أما حمل الرؤوس النووية والتقليدية فهي من مهام المقاتلة 260.